ายจับในข้อหาผู้ร้ายข้ามแดนจากการจรกรรมข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ حكمت محكمة أمريكية على الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج بالإعدام بعد اتهامه بقرصنة مئات المواقع عبر أنحاء العالم، وقد ألقي القبض عليه العام 2013 بتايلاندا بعد بحث من قبل الأنتربول دام أكثر من 3 سنوات كاملة بعد الكشف بأنه من بين أخطر 10 هاكرز في العالم المطلوبين لدى أمريكا، ثم رحل لها بأمر من قبل الشرطة الفيدرالية FBI. وقرصن الشاب الجزائري حمزة بن دلاج لوحده 217 بنكا بواسطة القرصنة المعلوماتية، كما أخذ أكثر من 4 ملايير دولار منها ما يعادل ميزانيات دول فقيرة، ووزع أكثر من 280 مليون دولار على جمعيات خيرية وحدها بفلسطين، وساعد الكثير من الجمعيات في دول إفريقية، وسيطر على أكثر من 800 ألف موقع فرنسي وأغلقه بالكامل، وقرصن أيضا مواقع قنصليات أوروبية، ووزع تأشيرات بالمجال لشباب الجزائر للسفر إليها. وأبرز المواقع التي سيطر عليها بالكامل مواقع الحكومة الصهيونية، وكشف أسرار الجيش الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، ونشر بيانات هامة لأفراده، وقد ترجته الحكومة اليهودية بمساعدتها في تحصين مواقعها الحساسة مقابل التوسط للإفراج عنه، لكنه رفض وظل قابعا في السجن الأمريكي لحد هذه الساعة، حيث صدر قرار بتنفيذ حكم الإعدام عليه. وتناقل الملايين خبر الهاكر الذي اعتبره هؤلاء بأنه بطل وفخر للجزائر، كيف لا وهو الذي ظل يرفض العمل مع الصهاينة بالنظر إلى أنه يرفض التطبيع مع العدو، كما اعتبر المدونون ابتسامته ردا قويا على كل من يشكك في وطنيته وهجومه على الشركات لمد المساعدة للفلسطينيين.